بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على معلمنا الخير سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله هنتكلم النهارده عن موضوع جديد وهو موضوع التورشن المضاد، ازاي نصمم القطاعات على التورشن اللي هي عزوم الالتواء. عزوم الالتواء ده عباره عن عزم بيأثر على الكاميرا حوالين محورها زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، واحد بيلف كده واحد بيلف كده بيعصر القمر فبيديني الشكل ده كأنك ماسك حاجه في ايدك وبتعصرها. تمام، عزم الالتواء ده بيسبب حاجه اسمها الشير ستريس. الشير ستريس دي بتيجي من حاجتين اتنين، بتيجي من الشير فورس وبتيجي من التورشن. فالشير ستريس الناتجه عن التورشن بيبقى شكلها بالمنظر ده، بتبقى عند نص القطاع بزيرو وبعد كده تبدا تزيد لحد ما توصل لاعلى قيمه ليها عند الجنب بتاع القطاع على الاربع جوانب. يعني لو بصينا على شكل الشيخ هنلاقيه طالع على 45 كده وبيلف حوالين الكاميرا كلها، الكاميرا كلها بتتعصر وبتشرخ الاربع جوانب. ليه؟ لان الاربع جوانب معرضين لاقصى قيمه لعزوم الالتواء، الاستريس الناتج عن عزوم الالتواء دي. تمام، اي شرخ عايزين نقاومه بحيث ان هو ما يحصلش نحط حديد عمودي عليه، يعني الشرخ ده المفروض نحط حديد عمودي عليه. لو عايزين نستغنى الحديد ده اللي هو المايل ده بحاجه تانية ممكن نعمل شبكه، بنستعيد عن الحديد المايل ده بدل ما نعمل حديد مايل بنحط شبكة. الشبكة دي بنجيبها ازاي بقى؟ يعني نحقق الشبكة دي في القمر ازاي؟ الحديد الرأسي هيبقى عبارة عن الكنات، الحديد الأفقي ده هيبقى حديد ايه؟ لونجيتودنا البعض حديد طولي، فالكنات مع الحديد الطولي عوضولي الحديد العمودي اللي كان يبقى على الشرخ. تمام؟ الشير ستريس زي ما قلنا إيجادات قص على قطاع القمر بيبقى مصدرها كل من الشير فورس والتورشن المومنت. عشان كده لما يجي يقول لك صمموا لي القطاع ده نتيجة بحيث يقوم الشير ستريسز، مع ان انا بقول لك صممه لي على الشير والتورشن مع بعض، يعني لو القمرة عليها شير وعلى تورشن لازم نصمم الاتنين مع بعض بحيث تطلع الكنات اللي بتحمل الشير والتورشن. تمام، طب ايه الحالات اللي لو جات لي اعرف ان في تورشن عندنا على القمرة؟ اول حالة عندنا وهي الكنتليفر سلاب. الكنتليفر سلاب عندي قمرة شايلة بلاطة بالمنظر ده كده من ناحية واحدة، ده كنتليفر يعني السبورت بتاع البلاطه هي القمره دي بس، ومفيش امتداد ليها الناحيه التانيه، يعني مفيش بلاطه الناحيه التانيه، في فراغ هنا او في بلاطه ومفيش اتصال في فرق منسوب، مثلا دي بلاطه تحت وفي بلاطه فوق متصله بالقمره بس على ارتفاع عالي، بس مفيش اتصال ما بين البلاطه دي والبلاطه اللي جنبها، او ان يبقى كانتليفر صريح كده ومفيش بلاطه الناحيه دي. في الحاله دي المومنت ده الحمل بتاع البلاطه وده المومنت بتاع اللي على البلاطه، ده المومنت اللي اتولد على البلاطه الخرسانيه. المومنت ده هيتنقل للقمرة يسبب عليها تورشن بالمنظر ده، يعني قيمة المومنت ده هو المومنت اللي هنا ده اللي بيعمل تورشن على القمر. تمام، يبقى دي أول حالة عندنا وهي حالة الكنتليفر سلاب. تاني حالة عندنا وهي الكنتليفر بيم، نفس الفكرة بتاعت الكنتليفر سلاب بس قمر بقى، يعني في قمرة متشالة على قمر كنتليفر ومفيش امتداد ليها الناحية التانية. في الحالة دي المومنت المركز اللي هو ده اللي بيسببه الكنتليفر على القمر دي، المومنت ده هيعمل تورشن على القمر بالمنظر ده، وقيمته هي نفس قيمة المومنت ده، ده قيمة الايه حمل المومنت ده اللي هيسبب تورشن. الحاجة التالتة هو الدبل كنتليفر. الدبل كنتليفر يعني عندي قمرة شايلة بلاطة يمين وبلاطة شمال، ازاي هتسبب او ممكن بدل البلاطات ممكن تبقى قمرات زي كنتليفر يمين وكنتليفر شمال. تمام، نفس الفكرة، ازاي يحصل بقى الكلام ده؟ والله قدامك حالتين، الحالة الأولانية إن يبقى الكنتيليفر سلاب متساوي في البعد من يمين وشمال، يعني اللي كنتيليفر يمين هي نفسها اللي كنتيليفر شمال، لكن في حالات تحميل، حالة إن أنا أحط الناحية دي التوتال لود زي ما أنا حاطط كده، والناحية دي أحط الديد لود بس، في الحالة دي الحمل هنا أكبر من هنا، فالمومنت الناتج اللي هو إم واحد هنا أكبر من إم اتنين، يعني في فرق في المومنت، الفرق ده هيروح لمين؟ هيروح للقمر، مفيش حاجة تانية تشيله غير القمر. وبالتالي الفرق اللي هو في المومنت ده اللي هو دلتا ام اللي هو ام واحد ناقص ام اتنين اللي هو هو ام تيتا هيعمل تورشن على القمر. ده حالة الدبل كانتليفر. ممكن حالة تانية وهي عدم تساوي ال سي، يعني هنا ال كانتليفر واحد وهنا ال كانتليفر اتنين، يعني مثلا ده اتنين متر وده تلاتة متر، ده متر ونص ده اتنين متر ونص، فنتيجة فرق الأطوال حتى لو حطيت توتال لود هنا وتوتال لود هنا نتيجة فرق الأطوال المومنت اللي ناتج هنا هيبقى مختلف عن المومنت اللي ناتج هنا. فالفرق في المومنتين دول اللي هو الدلتا ام هو اللي هيروح يسبب لي تورشن على القمر. الحالة التالتة عندنا. تمام، الحالة الرابعة حاجة اسمها السيجمنتد بيمز اللي هي القمرات الايه المقصرة،
قمرة مكسرة، وبصيت في البلان كده، يعني أنا بصيت من فوق على القمرة دي، لو أنا بصيت من فوق كده أشوفها مكسرة بالمنظر ده كده. دي قمرة متصلة على بعضها، قمرة ماشية واحدة، السبورت بتاعها اهي ودي السبورت التانية اهو. القمرة دي بيحصل عليها تورشن ليه؟ القمرة الكانتيليفر ده عايز ينزل ديفليكشن معين، والقمرة دي والحتة دي عايز تنزل ديفليكشن تاني مختلف عنه. نتيجة فرق الديفليكشن ده هيسبب إن في إن هيحصل التواء للجزء ده والتواء للجزء ده، يعني هيحصل تورشن على الجزء ده ويحصل تورشن على الجزء ده. قيمته قد إيه الإم تورشن ده؟ ده بنجيبه عن طريق التحليل بالكمبيوتر. تمام، مركزه بيأثر فين؟ بيأثر عند نقطة التقاطع دي. خامس نوع من أشهر الأنواع برضك السيركولار بيمز. ايه موضوع السيركولار بيمز ده؟ لو انا عندي قمره دائريه متشاله على مجموعه سبورتات، الحمل اللي عليها دبليو كيلو نيوتن على متر الطول، بيتسبب عندي ام بوزيتيف وام نيجاتيف عادي وشيل، وبتولد ايضا ام تورشن. بجيب ازاي الام تورشن بقى على القمرات الدائريه؟ هنلاقي صفحه 132 كتاب الدكتور شاكر البحيري هيبقى مديني جدول، الجدول ده هنطلع منه التورشن ازاي. تعال نشوف كده، ادي الصفحة اللي قالها في كتاب الدكتور شاكر البحيري، صفحة 132 circular beams. تمام، نديك مجموعة من القوانين تحسب منها الام والام torsion والشيل. احنا مش هنخش في القوانين دي، احنا هنخش على الجدول هنا مباشرة. تعال نشوف الجدول ده عبارة عن ايه. اول حاجة البي كابيتال بتساوي 2 باي ار في البي، البي سمول دي اللي هي الدبليو، يعني هنا لو جينا هنا الدبليو دي هي البي سمول، هنا هي البي سمول. الار هو عبارة عن نص قطر الدوران بتاع القمرة دي، نص القطر. أول حاجة النمبر اوف سبورتس، عدد السبورتات في الجدول بيتراوح من 4 ل 12، بقى معاك عدد السبورتات 4 لحد 12. اللود اون اتش كولم، الرياكشن عند كل سبورت، قيمة الرياكشن عند كل سبورت بتساوي ايه؟ بتساوي البي كابيتال اللي هو ده على عدد السبورتات، يعني بي على 4، بي على 6، بي على 8 وهكذا. قيمة الشير ماكسيموم بقى، ماكسيموم شير فورس اللي هو بيبقى عند السبورت، ماكسيموم شير عند السبورت ده بيساوي ايه؟ في حالة لو 4 لو 4 سبورت يبقى بيه على 8، لو 6 يبقى بيه على 12، لو 8 يبقى بيه على 16، لو 10 يبقى بيه على 20 وهكذا. طب الماكسيموم بيندنج مومنت، عندك اتنين، واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، بوزيتيف في منتصف ما بين السبورتين والنيجاتيف عند السبورت. البوزيتيف قيمته اهي ثابت مضروب في بي كابيتال في الار، بي كابيتال عرفنا نجيبها ازاي، والار هنا السقوط وهكذا على حسب عدد السبورتات اللي عندك، تخش تجيب الام بوزيتيف وتجيب الام نيجاتيف. وبعدين مديني العمود اللي بعده الماكسيموم تورشنال مومنت، ادي الماكسيموم تورشنال مومنت اهو عباره عن ثابت مضروب في البي في الار. طب الماكسيموم تورشنال مومنت ده موجود في حته؟ مش موجود عند السبورت، موجود عند الزاويه دي مقاسه من الصيانه. يعني لو انت عندك مثلا واقف هنا وادي السبورت اهو، تتحرك بزاويه قيمتها الرقم ده توصل للقطاع اللي عنده الماكسيموم تورشن. تمام، يعني لو جينا هنا كده اهو، انا واقف هنا اهو، وادي ايه عند السبورت، لو انا اتحركت بزاويه سيتا اللي هو مدالك الجدول مسافه اكس مثلا على الكيرف، هوصل للقطاع اللي عنده الماكسيموم تورشن المومنت. اعوض في القانون ده اطلع القيمه على حسب عدد السبورتات بقى. تمام، وبالتالي لو انا بصيت هلاقي ان الماكسيموم شير موجود عند السبورت، لكن الماكسيموم تورشن مش موجود عند السبورت، ده موجود على الزاويه دي بعد السبورت بالزاويه دي. طب انا عايز اصمم القطاع على الشير والتورشن الاثنين مع بعض عند نفس القطاع، ما ينفعش اصمم في حته واصمم في حته ثانيه، لازم الاثنين يكونوا عند نفس القطاع. طب الاسهل بقى ان انا اجيب الشير عند القطاع بتاع التورشن ازاي؟ انا اتحركت مسافه اكس، انا عايز الشير عند النقطه دي بعد المسافه اكس، اجيبها ازاي؟ الاكس دي بتساوي الار في السيتا، يعني بتساوي ار في السيتا، اجيبها من الجدول في باي على 180، جبت الاكس. اروح اجيب الكيو بقى اللي انا عايزها، الكيو كوركتد هتساوي الكيو ماكسيموم اللي انا حاسبها من الجدول ناقص الدبليو اللي معايا في المساله مضروبه في الاكس اللي انا جبتها، يبقى انا جبت الشير اللي انا هاخده واصمم بيه ايه مع التورشن. ممكن للتسهيل ان انا اخد الكيو ماكسيموم مع الام تورشن ماكسيموم، لكن الصح ان انا اجيب القطاع، اجيب الشير عند القطاع اللي عنده الماكسيموم تورشن. هجيبه ازاي؟ هحسب الاكس الاول من القانون ده، هتساوي الار في سيتا في باي على 180، واجيب الشير هتساوي الكيو ماكسيموم ناقص الدبليو في الاكس اللي انا جبتها. تمام، دي الحاله الخامسه. الحاله السادسه اللي هي المارجنال بيم انفلكت سلاب، هناخد النهارده السنه دي ان شاء الله الفلكت سلاب.
فلات سلاب المارجنال، هنعرف قد ايه المارجنال بيم دي اللي هي القمره اللي بتبقى محدده الفلات سلاب، اللي هي الحدود الخارجيه للفلات سلاب. القمره دي بيبقى عليها تورشن، تمام؟ لو انا جبت القمره، تعال شوف القمره دي شايله ايه. اول حاجه الحمل اللي على القمره ده بيساوي ايه؟ هيساوي الاون ويت بتاع القمره زائد الوول اللي فوق القمره زائد ده بيقص الالتمت بتاعت البلاطه اللي احنا هنبقى نحسبها بعد كده، هنعرف ازاي نحسبها. مضروبه في ال 2 على 4، يعني بيشيل ربع الليزبان ده، بيشيل ربع ال 2. دي القمره مثلا، دي القمره اللي انا بتعامل معاها هي القمره دي، شايله قد ايه؟ شايله ربع ال 2، ده بيقص الالتمت ال 2 على 4، تمام؟ ده الحمل. من الحمل ده اقدر احسب المومنت، قمره كونتينوس عادي اقدر احسب المومنت واحسب الشير بالقوانين في اللي هي الامبريكا اللي كتب الدكتور شاكر. طب بالنسبه للتورشن، التورشن هجيبه ازاي؟ في لما نيجي ناخد شريحه الفلات سلاب هنلاقي ان الشريحه يا اما في حاجه اسمها كولم سلاب اللي هي شريحه عند الاعمده، او شريحه فيلد سلاب اللي هي منتصف ما بين العمدان وبعضها. سواء في شريحه الفيلد سلاب او شريحه الكولم سلاب، النهايه بتاعتها هي القمر، بيبقى فيها مومنت بينتقل من الشريحه للقمر. قيمه المومنت ده قد ايه؟ شريحه الكولم سلاب اللي هي عند السبورتات قيمه 2 من 10 ام نون. طب وفي النص اللي هي الشريحه اللي في النص بيبقى 1 من 10 ام نون، 1 من 10 ام نون. فبالتالي ده المومنت اللي هيسبب له تورشن. عشان اسهل على نفسي هاخد قيمه متوسطه للرقم ده، يعني احول الرقم، احول المومنتات دي لمومنت واحد متساوي قيمته 3 من 10 على ال في ام نون، تمام؟ يبقى 3 من 10 على ال، اللي ده الليزبان بتاع القمره اهو في الام نون، تمام؟ قيمة الام نود دي اما نيجي ناخد الفلات سلاب ان شاء الله هنعرفها. بس اهم حاجة تعرف دلوقتي ان المارجنال بيم عليها التورشنال مومنت، لما تيجي تصممها على التورشنال مومنت قيمته قد ايه؟ 3 من 10 ام نود على ال ال، يبقى ده قيمة المومنت اللي هناخده نحسب بيه التورشن ستريسز اللي هتولد على المارجنال بيم، تمام؟ دي اشهر حالات عندي لموضوع الايه؟ اللي بتولد لي التورشن على القمر. ازاي بقى احسب الشير ستريسز نتيجه التورشنال مومنت ده؟ المومنت ده ازاي احسب عنه الشير ستريسز بقى؟ يعني ازاي اجيب منه الشير ستريسز؟ قال لك الشير ستريسز كيو تو تورشنال مومنت. الكيو تيو اللي هي الشير ستريسز نتيجه التورشن بتساوي ام تيو ب 10 اس 6 على 2 اي نوت في تي اي بقيمه النيوتن على المليمتر مربع. حس الام تورشن ده تبقى بالكيلو نيوتن متر، تمام؟ كيلو نيوتن متر على المتر الطولي، واطلع منها الكيلو نيوتن متر، يبقى الاميتوشن دي بالكيلو نيوتن متر، تمام؟ وهنعرف ازاي نجيبها دلوقتي. الاي نود دي عباره عن 85% في الاي او اتش. الاي او اتش دي المساحه الداخليه للقطاع بتاعي اللي محبوسه جوه الكان. الكانه بتاعتي المساحه اللي جواها هي دي الاي او اتش، تمام؟ دي المساحه الداخليه للكان. التي اي في القانون بتساوي اي او اتش اللي انا جبتها على البي اتش. البي اتش اللي هو محيط كان المقاومة، المحيط الداخلي ده. عشان اجيب المحيط الداخلي واجيب المساحة الداخلية محتاج اعرف بعد الكانة الاكس والواي قد ايه، اللي اكس واحد وواي واحد. هناخد كفر 4 سنتي من جميع الجوانب. القمة يبقى على توش هناخد كفر 4 سنتي من جميع الجوانب، فيبقى عندي اكس واحد هيساوي بي ناقص 8 سنتي وواي واحد هتساوي تي ناقص 8 سنتي. جبت اكس واحد وواي واحد اقدر اطلع المساحة الداخلية واقدر اطلع المحيط، تمام؟ تمام. لو انا عوضت في القانون ده عن قيمة الـ A نود 85% A و H، وشلت الـ A و H حطيتها X1 في Y1، وشلت الـ TE A و H على الـ BH، وعوضت بدالة X1 في Y1، هيديني القانون في الصيغة النهائية اللي هنعوض فيه مباشرة. اهو ده القانون اللي هنتعامل بيه بقى معاه. KTU بتساوي MTU في X1 زائد Y1 على 85% X1 تربيع في Y1 تربيع. طب ايه بقى الـ MTU؟ X1 واحد عرفنا MTU دي ما هياش المومنت ده، ما هواش ده، ده ام تي. ده المومنت ده كانه حمل بيثبت تورشن على القمر، سواء ده او هنا مثلا او ده او ده او ده، لا ده مش اللي هو موجود في القانون. طب اعمل ايه؟ ما عدا السيركولار بيم، ام تورشن اللي بطلعها من الجدول مباشره هو القانون اللي بستخدمه هنا، هو اللي بحطه في القانون على طول. اي حاله ثانيه لا. بعمل ايه؟ يبقى عندي الـ MT اللي انا جبته كانه حمل على القمر، كانه حمل موزع عادي خالص. اروح ارسم الشير بتاعه، لما كان بيبقى عندي حمل موزع كنت برسم الشير بيطلع بالمنظر ده. طب لو في حالات التورشن المركز هرسم الشير برضه كانه حمل مركز بالظبط.
قيمة الشيء بقى ده هو عبارة عن التورشن، كأني برسم شيء هو مش شيء، هو تورشن المومنت ده يجراه. القيمة دي بقى هي الـ MQ اللي في القانون، تمام؟ يبقى اروح اجيب الـ MQ اللي عندي سواء كان موزع او مركز وارسم كأني برسم شيء بالظبط، سواء على حمل موزع او حمل مركز. القيمة الماكسيموم بتاعتي هي دي الـ MQ اللي موجودة في القانون، تمام؟ في الخمس حالات اللي فاتوا ما عدا حالة سيركولار بي، القيمة اللي بطلعها من الجدول مباشرة هي القيمة اللي بستخدمها في القانون هنا، تمام؟ تمام. عندنا شكل القطاع بقى، لو اس سيكشن عرفنا ازاي نتعامل مع، طب لو ال سيكشن هتبقى المساحة هي المساحة الداخلية المحبوسة بالكنبي، والمحيط هو المحيط الايه بتاع الكنبي. طب لو بوكس سيكشن يعني ده كده هو الخرسانة، والحتة اللي في النص دي فراغ، اجي اتعامل بقى اخد المساحة الكلية يعني المساحة الداخلية بتاعت الكنبي بتبقى خارجية بره خالص كده، اخد المساحة الكلية ولا اخد ايه بالظبط؟ ايوه، ليه؟ لان انا عندي الماكسيموم تورشن بيأثر على الاطراف من بره من هنا عند وانزل مش من الارض خالص، يبقى في الحالة دي هاخد المساحة الكلية بتاعت القطاع، والمحيط هاخد المحيط الكلي برضه بتاع الكام، يبقى هاخد المساحة الكلية المحبوسة في الكام والمحيط الكلي المحبوس في الكام، تمام؟ عشان كده هنلاقي ان الكباري معظم الكباري تقريبا معظمها اللي بيبقى فيها كيرفات كلها بتتعمل بوكس سيكشن مفرغ. ليه؟ لان بيبقى عليها تورشن عالي جدا. فالقطاعات اشهر القطاعات اللي بتقاوم تورشن هي القطاع البوكس سيكشن، منه بقدر اقاوم منه تورشن بصوره ممتازه، وفي نفس الوقت خففت وزن القطاع بتاعي، فخففت اللود اللي جاي الرأسي، خففت الشير، خففت المومنت، خففت التسريح، خففت كل حاجه، تمام؟ يبقى بنستخدم البوكس سيكشن ده في حاله الكباري. ليه؟ بيقاوم تورشن بصوره كويسه جدا، وفي نفس الوقت خففت الوزن بتاعه. تعالى بقى ازاي نصمم ديزاين فور شير زي التورشن، ازاي نصمم على الشير والتورشن. احنا قلنا اول حاجه بنروح نجيب الشير سبيس، عندي حاجه الشير سبيس بتيجي من حاجتين، بتيجي من التورشن زي ما عرفنا من القانون، وقلنا القانون ده عشان عاطي يعني عاطي القانون بتاع الاكس واحد واي واحد، وبعد كده القانون بتاع الشير سبيس الناتج عن الشير اللي خدناه السنه اللي فاتت اللي هو الكيو بتساوي الكيو كابيتال على البيت دي، تمام؟ بعد كده بروح اجيب الالاوبل سبيس، الالاوبل اللي يقدر يشيل القطاع الخرساني بتاعي. بالنسبه للشير الخرسانه تقدر تشيل شير القانون بتاعي الالاو ب 16 من 100 جذر الاكس على الجمركي، الخرسانه الانكراج تقدر تشيل شير، الخرسانه مش مشرخه ما تشرخش تقدر تشيل شير من غير ما يبقى فيها حديد بالقيمه دي 16 من 100 جذر الاكس على الجمركي بالنيوتن على المليمتر مربع. ده الايه الماكسيموم الاو بالستيج دي تشيل، ده الماكسيموم اقصى اجهاد الخرسانه تشيله بدون بدون حديد، تمام؟ طب الكيو تي اللي هو التورشن، الخرسانه تقدر تشيل تورشن قد ايه بدون حديد؟ 6 من 100 جاز للاف سي يو على الجاما تي نيوتن على مليمتر مربع، تمام؟ يعني الخرسانه ما تقدرش تشيل اكتر من كده لوحدها، لو هتعدى القيم دي ابدا استخدم بقى ايه الحديد. طب الكيو ماكسيموم اعلى قيمه عندي ما ينفعش اتعداها، القطاع ما يتع... الاجابات اللي عليه ما تتعداش القيمه دي حتى لو في حديد، خرسانه وحديد مع بعض ما ينفعش تعدى القيمه دي. قيمتها قد ايه؟ 7 من 10 جذر الاف سي على الجاما سي نيوتن على المليمتر مربع، ونفس الوقت لا تتعدى قيمه 4.4 من 10 نيوتن على المليمتر مربع. طب انا جبت الالوبل اعمل ايه بقى؟ المفروض بقارن الاكشوال بالالوبل. لما يبقى عندي شير وتورشن مع بعض في الحاله دي يبقى عندي اقارن جذر الكيو يو تربيع زائد الكيو تي يو تربيع، بقارن الكيو يو تربيع زائد الكيو تي يو تربيع تحت الجذر بالكيو ماكس. والله لو لقيتها اكبر من الكيو ماكسيمم في الحاله دي لازم نعمل انكريز دايمنشن، وفي حاله لو انا القطاع بتاعي كان بوكس سيكشن بقارن الكيو يو زائد الكيو تي يو بالكيو ماكسيمم، الاكبر من الكيو ماكسيمم ما ينفعش، لازم نعمل انكريز دايمنشن ارجع ازود ابعاد القطاع بتاعي. طب لو لقيتها اقل من او تساوي الكيو ماكسيمم في الحاله دي هعمل ديزاين، تمام؟ يبقى الاول لازم اتاكد ان انا ما تعدتش الكيو ماكسيمم، لو لقيت نفسي ما عدتش الكيو ماكسيمم بخش على اعمل ديزاين. نعمل ديزاين ازاي بقى لموضوع الشير والتورشن مع بعض؟ والله انا عندي اربع حالات. الحاله الاولانيه ان انا الاقي ان الكيو اقل من الكيو سيو، يعني اجابات الشير بتاعتي اقل من الكيو سيو، يعني الكيو دي اقل من الكيو سيو دي، وفي نفس الوقت الكيو تي يو اقل من الكيو تي، يعني الشير والتورشن الاثنين اقل من المينيمو. في الحاله دي الخرسانه تقدر تشيل الشير سبيس بدون ما هيش حاجه ايه لكنات، لكن لازم نحط كنات في القطاع اللي هي القيمه المينيموم بتاعتي اللي هي المينيموم سيوس اللي هي 5.8 على المتر الطولي
او القوانين اللي بتقول عليها. تمام، يعني القيم اللي في القوانين اللي بتقول عليها 5.8 على طول. ده الكيس الاولاني. في الحالة دي بنتأمن على القصد، لكن الشير لازم نحتاج ان نعمله ديزاين، ودي الكيس اللي احنا سميناها الثانية اللي هي التصميم على الشير. ديزاين الشير قول لي انت تصمم على الشير بس، جربنا في الطريقة اللي حطها في الكيس الثانية وكانت تصمم. كيس ثلاثة وكيس أربعة يبدأ الشير يظهر معانا التوصل ده. كيس ثلاثة هلاقي ان الكيو اقل من الكيو سيو، يعني الكيو اقل من المينو، اقل من الالوم بتاع الالوم السيو بتاع خرسان. خرسان على الكيو بتشتغل من غير حديد من غير كمان، لكن التوت خليته اكبر من الكيو في مينو. في الحاله دي التوت هيحتاج ان هو يتعمل كمان على التوت، يبقى هنا عظام ديزاين اون توت اون اول. تمام، يبقى هصمم على التوت بس. طب كيس أربعة لا، هنا الشيو مع بعض بقى الاثنين تعدوا القلاب. في الحالة دي يبقى هصمم على الشيو والتوصل مع بعض. يبقى احنا هناخد دلوقتي كيس ثلاثة وكيس أربعة. كيس واحد قلنا لو جت هحط المينيموم على طول، هقول له كده يوز مينيموم ايه شيو 5.8 متر طول. كيس اثنين دي هصمم على الشيو زي ما خدنا في الثانية بالظبط. طب كيس ثلاثة وكيس أربعة، تعالوا نبدأ كيس ثلاثة. التوصل عن طريق حاجتين زي ما قلنا بنعمل ستيرس، دي عباره عن ستيرس وحديد طول. بس الستيرس هنا مش اي ستيرس، ستيرس مغلقه. تمام، مثلا حديد طولي على الاربع جوانب بتوع القطاع بتاعي، الطول التاني بوزعه على الاربع جوانب، والكنات كانت مغلقه بالنسبه اللي احنا شايفينه ده كده. ليه كده مغلقه؟ لان القطاع بتاعي الكنات موجوده على الاربع جوانب بتوع القطاع، فموجوده على الجانب ده كمان، فلو ما عملتهاش مغلقه الكنه هتفتح لان القطاع بيتقطع، فالكنه بتاعتي بتبقى مغلقه. الحديد اللي هستخدمه للكنات يبقى الاي سي ار ده مساحه سيخ الكنات المساحه بتاعتها. طب الاي او اس اس يلد على ضمان اس، اس يلد اللي هي بتاعت الكنات، يعني لو هستخدم فاي 8 يبقى 240، هستخدم فاي 10 يبقى 360، فاي 12 360. اللي مجهول في القانون ده عندك الـ ASTR والـ STP، فأنا هعمل إيه؟ هفرض قطر الكنة المستخدمة من أول فاي 8 لحد فاي 12، وبالتالي الـ ASTR مساحة قطر السير بقت معلومة بالنسبة لي. المجهول دلوقتي ده الـ STP، هو ده المجهول الوحيد في القانون. هطلع الـ STP، الـ STP لازم تروح من 100 ل 200. فأنت قدامك ثلاث حالات، لو لقيت الـ STP أكبر من أو تساوي 200 يبقى تستخدم 5 فاي القطر اللي انت استخدمته بقى. هتستخدم فاي 8 اي هتستخدم فاي 8 يبقى 5 فاي 8 على متر طول، فاي 10 يبقى 5 فاي 10 على متر طول، المهم ان العدد بتاعك 5. طب لو اقل من 100، لو لقيت ان الاس تي اقل من 100 في الحاله دي الفرض بتاعك مش مظبوط، لان العدد هنا هيطلع اكتر من 10. لو جبت اس من 1000 اللي هو المتر على الرقم بتاع الاس تي اللي انت طلعته اللي هو اقل من 100 وليكن 80 مثلا، هتلاقي العدد اكتر من 10، ما ينفعش العدد يزيد عن 10. فبترجع تزود القطر، يعني كنت مستخدم فاي 8 لا ارجع ازود اخليه فاي 10 واعوض تاني واطلع الـ STP، كنت مستخدم فاي 10 ارجع تاني واستخدم فاي 12. طب لو لقيت الـ STP تتراوح من 100 ل 200، في الحاله دي اقسم الـ 1000 اللي هو المتر على الـ STP اللي طلعت يديك العدد بتاعك في المتر قد كام قد ايه. تمام، واقول له كده يوز العدد اللي طلع لي فاي كذا على المتر الطولي كلوز ستيرب واقسم له الايه المنظر ده. المينيموم بقى، المينيموم ستراكت عندك لازم اثنين، بجيب من القانون ده اثنين اي اس تي ار اللي معايا على البيت الاس،
القمه دي لا تتعدى اربعه من عشره على اكس دي. تمام؟ بمعنى ثاني ان الاس تي ار مينيمم بتساوي 2 من عشره في البي في الاس على الاس دي. تروح تعوض في القانون ده لقيت ان المساحه دي اقل من مساحه السيخ اللي انت مستخدمها يبقى تمام. انت مستخدم فاي 8 شوف مساحه السيخ فاي 8 دي باي 8 تربيع على 4 بالمليمتر المربع. شوف بقى القمه دي هتطلع قد ايه، لو لقيت اقل منها يبقى انت تمام. لقيت دي اعلى يبقى تستخدم الايه المينيمم. طب الاس قلنا الاس ماكسيموم بتاعتك هي القمه الاقل من البي اس على 8 وال 200. يعني القمه اللي هتقارن بيها هنا القمه دي هي 200 ودي اتش على 8 تاخد الاصغر فيها. تمام؟ ده كده بالنسبه للكلوز سبير. طب بالنسبه للانترنال باس بجيبها من القانون ده الاي اس ال هتساوي اس تي ار دي اتش على اس تي اس تي دي كيوب على اس تي دي الحديد. الاي اس ال دي مجموع مساحه مقطع الاسلاك كلها، يعني دي ده اللي مجهول في القانون، ده مساحه الاسلاك اللي انا عايزها. انا عايز حديد اقل طولي عشان اقاوم بيه الطول. هيساوي الاي اس تي ار دي مساحه الكنه اللي انا كنت مستخدمها. خلاص انا عايز استخدم الكنه القطر قد ايه، يبقى دي مساحتها. البي اتش اللي احنا عندنا في الاول خالص يبقى مساحه الكنه بتاعتي. الاس تي اللي انا طلعتها بقى هي المسافة بين القناة، الإف واي كيوب ده الإف ويل بتاع المحيط. تمام؟ ده الحجم الرئيسي بتاعي اللي هوزعه على المحيط ما استخدمش أقل من 5 ناقص. بعد ما أطلع الـ ASL ده الحديد ده بيوزع الأربع جوانب بتوع القطاع بتاعي بالتساوي. يبقى الحديد ده بيتوزع على الأربع جوانب بإيه؟ بالتساوي. الـ ASL minimum بحسبها من القانون ده، كل حاجة معايا فيه أطلع الـ ASL minimum. تمام؟ والـ AC هنا هي المساحة الكلية للقطاع بمسافة فتحات، يعني لو قطاع بوكس سيكشن يبقى المساحة الكلية للقطاع لأن مفيش فتحة. الـ AC هنا في القانون ده قلنا أقل قطر للسيخ إن هو 12 والمسافة بين الأسياخ ما تزيدش عن 30 سم، المسافة دي ما تزيدش عن 30 سم. السيخ بقى عبارة عن إيه؟ تحط إزاي السيخ في القطاع؟ السيخ طولي أهو وبيجي لف كده، اه السيخ ماشي اهو بلففه كده جوه القطاع يعدي الضلع التاني، والسيخ جاي من الضلع التاني يلف ويجي الناحية. تمام؟ يعني ده بلان كأني بص فوق من القطاع، كأني بص كده من فوق يظهر شكل السيخ كده داخل جوه القطاع. وهنا بحط نقطة هنا كده على اعتبار ان السيخ داخل جوه وهيلف الناحية التانية. تمام؟ تمام. طب اعمل ايه بقى؟ احنا قلنا دلوقتي ان الحديد بتاعي هيتوزع على الاربع جوانب بتوع القمر. القمرة كده كده انا مصممها على المومنت قبل كده، فبالتالي مطلع حديد صفر رئيسي هنا هيقاوم المومنت. هضيف عليه اي اس ال على 4 اللي هو ربع الحديد اللي انا محتاجه للتورس. يبقى هضيف الحديد مساحة الحديد ده على مساحة الحديد الرئيسي يطلع لي مساحة جديدة. يعني معايا مساحة جديدة اختار قطر واطلع عدد. تمام؟ مش بروح احط الصفر كده وخلاص، لا تاخد المساحة اللي هي ربع المساحة اللي انا محتاجها للتورس واضيفها على الحديد الرئيسي واطلع قطر جديد بعدد جديد. أو ممكن نفس القطر إيه بعدد إيه جديد، وأضيف ربع الاستياخ برضه ربع التسليح هتاخد على مساحة الاستياخ هنضرب اللي فوق وأطلع برضه تسليح فوق هنا جديد. تمام؟ وأحط ربع الاستياخ هنا وربع الربع بقى هنا على الجنب الرابع. تمام؟ ومعنى ونخلي بالي لو عمق القمر زاد عن 70 سم بحط إيه الشرينكج، مش هقول بقى إن الاستياخ اللي أنا حاططها هنا هتكون شرينكج بالمرة، لأ. هحط برضه السياخ للانكماش. خلي بالي بقى لو انا عندي مثلا قمره تكون يتم مد الكنات والاسلاك الكليه مسافه لا تقل عن بي اس على 2 بعد اخر قطاع عليه تورس. يعني لو انا عندي قمره كونتينوس مش هوقف الكنات عند القطاع اللي واقف اللي عنده ماكسيموم تورسن بس، لا اخر قطاع عليه تورسن هزود عنده كمان مسافه لا تقل عن بي اس على 2. الكنه بتاعتك ممكن تبقى كنه مغلقه بالمنظر ده كده. أو ممكن أستغل حديد البلاطة لو أنا مثلا عندي مسألة كانتليفر ستاب، أستغل الحديد بتاع البلاطة كده كده حديد البلاطة لازم هيتعمل بالمنظر ده. تمام؟ لأنه كانتليفر فلازم هلف وأخش مسافة المسافة دي عشان أحقق إن ده المفروض يشتغل في الكانتليفر اللي هو النيجاتيف مومنت هنا أقوى مسافة اللي بتاعتي. فهستغل اللفة بتاعتي دي اللي هي اللي أنا عملت جوه ده كأنها هي القانون بتاع القمر. تمام؟ فلو البلاطة دي مثلا
هطلع تسليحة 7×10 متر طول، يعني أنا السير ده متقارن في المتر 7 مرات، يبقى أصبح عندي كأن حاطط كمان 7 في المتر. والله أصمم لو لقيت نفسي محتاج أقل من كده خلاص يبقى هي 7 مكفية، لو لقيت نفسي محتاج أكتر من كده محتاج أكتر من 7 أبدأ أحط كنات بقى إيه أملى ما بينهم بكنات، أكمل المتر بتاعي مثلا أنا مطلع 7 للبلاط، والمتر كنت محتاج فيه مثلا 9، يبقى أنا فاضل لي 2 في المتر أحطهم كنات، تمام؟ بدل ما أرفع سلكة البلاطة كلها تبقى 9، تمام؟ ده كيس 3. كيس 4 بقى، كيس 4 هنا بستخدم برضه كنات مغلقة زي ما قلنا، كنات مغلقة عشان أقاوم الكيو والإم تي، واستخدم هنا حديد طولي بس عشان اقوم بالتورشن. يبقى في اربعه كان عندي شيو وتورشن، هستخدم كنات عشان اقوم بيها شيو وتورشن، واستخدم حديد طولي عشان اقوم بالتورشن. اول خطوه برضك نخش على الكلوز ستير. كلوز ستير ادي القانون بتاعي اهو، ال اس تي ار بتساوي ال ام تي في ال اس تي على 1.7 او اس تي على جمع اس. القانون ده كان مجهول في ال اس تي ار وال اس. في كيس 3 رحنا فرضنا قطر فبقيت الاس تي ار معايا، طلعت الاس تي هنا لا، هنا هطلع الاس تي ار بدليل في الاس، يبقى دي المعادله رقم 1. بعد كده راح اطبق في القانون بتاع الكتير اللي هو كان بيقول لك ان الكيو يو ناقص 12 من مين جذر الاف سي على جاما سي بتساوي ان اي اس اس فيلد على جاما اس على البي في الاس. القانون ده كان مجهول فيه ثلاث حاجات، الان اللي هو عدد اسرع الكانه، اي اس اللي هو مساحه الفرع الواحد، والاس اللي هي المسافه بين الايه؟ كانت بعضها. هجيب الاي اس لوحدها في طرف واعدي الان والاس اللي حاطينها في طرف، هيبقى الاي اس بيساوي رقم مضروب في اس على ان، تمام؟ يبقى عندي ادي المعادله الثانيه. هاجي اعمل ايه بقى؟ هفرض عدد الاسرع بتاع الكان وليكن باثنين، من عندي اما 2 يا اما 4، فانا هبدا الفرق بتاعي باثنين، فاصبحت الان معلومه. بعد كده هفرض عدد الكانات في المتر من 5 ل 10، اختار الرقم اللي انا عايزه، 6 7 8 9 من 5 لحد 10. الرقم اللي انا هختاره اقدر اجيب من خلال الاس، يعني انا اخترت 6 في المتر يبقى الاس بتساوي ايه؟ 1000 على 6، اخترت 7 في المتر يبقى الاس بتساوي ايه؟ 1000 على 7. فانا اصبح عندي الاس معلوم هنا، اعوض في المعادله 1 والمعادله 2، اعوض في المعادله 1 بالاس اللي انا جبتها اطلع الاس تي ار من هنا، اعوض في المعادله 2 بالاس والان اطلع الاي اس، تمام؟ يبقى اصبح معايا الاس تي ار والاي اس. هعمل ايه بقى؟ راح اجيب الاي اس اوت اللي هي قطر الكنه الخارجيه اللي هتقاوم فيه وتوصل مع بعض، عباره عن ايه؟ مجموع مساحه الكنه الخارجيه اللي هتقاوم التوصل مع بعض بتساوي مجموع الاس تي ار اللي جاي من التوصل والاس اللي جاي من الشيل، هجمع الاثنين دول مع بعض يبقى اس تي اوت مساحه الكنه الخارجيه اللي هتقاوم فيه وتوصل مع بعض. عندك ثلاث حالات، لو لقيت الاس تي اوت اقل من 50.3 مم مربع اللي هي مساحه فاي 8 يبقى استخدم فاي 8 بالعدد اللي انت حطيته، لو لقيتها اكبر من 50 واقل من 78 اللي هي 78 دي مساحه فاي 10 يبقى استخدم فاي 10 بالعدد اللي انت حطيته. طب لو لقيتها اكبر من 78 واقل من 113 يبقى استخدم فاي 12 بالعدد اللي انت حطيته والان ب 2. لقيت ان الاس اوتر اكبر من 113 يعني اكبر من، يعني انا هحتاج اكبر من فاي 12 لا ما ينفعش، ارجع ازود الان او العدد في المتر، يعني ارجع ازود الان دي اخليها ب 4 او ان انا ازود العدد، لو انا كنت هاخد 6 مثلا اخليه 7 اخليه 8 اخليه 9، يعني ما قلبتش ال 4 ما قلبتش الان ب 4 الا لما اوصل ل 10، لقيتها مش مساعدة ابدا ارجع ازود الان اخليها ب 4، يعني لو كنت هاخد 7 ولقيت ان الاي اس اوتر اكبر من 113 ارجع اخليهم 8، لقيت لسه اكبر من 113 اخليهم 9، ما فيش اخليهم 10، ما فيش لا يبقى ارجع بقى ازود اخلي الان دي ب 4. تمام؟ فخلي بالي بقى من حاجة، لو أنا عند استخدام الـ N بـ4 في الحالة دي يعني كان أربع فروع، الكانة اللي هتقاوم التورشن هي الكانة الخارجية فقط، لأن الـ Space من بتاع التورشن خارج بس، دي أقصى حاجة. طب الكانة الداخلية؟ الكانة الداخلية مع الكانة الخارجية الاتنين مع بعض هيتقاوموا شيء، يعني الكانة الداخلية بتقاوم شيء بس، الكانة الخارجية بتقاوم شيء التورشن مع بعض. تمام؟ وده المينيموم بتاعي. اعوض هنا عشان ايه؟ اخاف عليه. ده بالنسبه للكلوز. بالنسبه للانترنال بار ده للتوصل بس، نفس القانون اللي كنت بستخدمه قبل كده في الانترنال بار في كيس 3 هو اعوض فيه اطلع الاي اس ال ووزعه على الاربع جوانب زي ما عملنا قبل كده في كيس 3.
هناخد مثال بقى، مثال على كيس 3 ومثال على كيس 4. بيقول لك فوز ثومبلاند وبان زابيل، نديك الاف كيو والاف فيلد والدبي اف التمت بتاعت البلاطه 12 كيلو نيوتن على المتر المربع. تمام. اول حاجه بالنسبه للكنتليفر ستاب، هو مديك الحمل بتاعها، اجيب المومنت، المومنت بيساوي ايه؟ دبليو ال سي تربيع على 2، يبقى 12 في 1.5 تربيع على 2 يديك المومنت. المومنت ده بقى هو ده اللي هيبقى حامل مومنت موزع على القمر يسبب لك طاقه. تمام؟ تمام. بالمنظر ده كده هيبقى هو 13.5 ده هيعمل مومنت هنا كده موزع على القمر كيلو متر متر على المتر الطولي هيسبب لك طاقه. الاول لازم اصمم القمر دي على البنينج مومنت عشان اطلع الحديد الرئيسي بتاعه. تمام؟ السي بتساوي الجبان على 10، ب 500 على 10 هتساوي 50 سم، يبقى السي 50 سم. هزودها شويه خليها 60 عشان خاطر الطول. تمام؟ وهاخد البي ب 25 سم. الاون ويت بقى هيساوي 1.4 عشان احولها الالتيميت في 6 من 10، 25% 25 تساوي 5.25 كيلو متر على المتر الكيوب. ده الاون ويت. الحمل كل الحمل بقى اللي على القمره اللي هو الرأس عباره عن الاون ويت، يعني الحمل اللي جاي له من البلاط. الاون ويت انا جبته، الحمل اللي جاي له من البلاط عباره عن ايه؟ ده بيقيس الالتيميت في الكانتليفر، لان مفيش حاجه تشيل الحمل بتاع الكانتليفر غير القمره دي، يبقى كل واحد للايه؟ للقمر. يبقى ده الحمل الرأس اللي نزل على القمر. الحمل ده هيسبب لي مومنت ويسبب لي شير. ادي المومنت القمره سيمبل، يبقى ده بيقول لي تربيع على 8 جبته، ويسبب لي الشير دبليو في ال على 2 جبته. تمام. طب بالنسبه للتورشن، ادي التورشنال مومنت اهو 13.5 كيلو متر على متر الطول، كانه حمل موزع بالظبط، كانه زي ده. وارسم له وارسم ارسم كاني برسم شيء، يبقى التورشنال مومنت ديجرام كاني برسم شيء بالظبط. القيمه هنا هتساوي ايه؟ قيمه المومنت ده في ال على 2. هنا لما جيت احسب الشير كانت قيمه الحمل في ال على 2، هنا برضك يبقى الام في ال على 2. يبقى 13.5 في 5 على 2 دي الام في 33، 35 كيلو متر. يبقى المومنت 72.7 كيلو متر متر، ده اللي هطلع منه الحديد الرئيسي بتاعه. ادي الشيو وادي التورشن اللي هطلع منهم الكمان. اول حاجه بالنسبه للمومنت، من قانون السي 1 والجي هطلع الحديد الرئيسي. تمام. طلع 4 في 12. طب بالنسبه للشيو والتورشن بقى، هروح اسيب الكيو بتاع الشيو تساوي الكيو هيدي في الجي. طلع ان الستريس بتاع الشيو 4.10 متر على المتر المربع. اجيب الكيو سي يو 16% جذر اكس على الجاما سي هتطلع 65% متر على المتر المربع، يعني الكيو اقل من الكيو سي يو. ماشي. التورشن كيو سي يو قلنا هنستخدم القانون اللي فيه اكس 1 واي 1. ادي الام كيو اهو اللي هو 33.75 اللي هي القيمه دي مش دي، القيمه دي كانها حامل، جبنا منها الام كيو اللي هو 33.75 اهو 33.75 في 10/6 في اكس 1 واي 1 طلعنا اكس 1 اللي هو ابعاد القناه الداخليه. طلعت الكيو تي يو 3.51 نيوتن على المتر المربع. كيو تي مينيمم يبقى 6% جاز للاف سي على الجاما سي هتساوي 24% نيوتن على المتر المربع. تمام. ده طلع الكيو تي يو اكبر من الكيو تي. انت في الحاله دي يا حاجه كيس 3 ان الشيو اقل من اللاول بتاعك، لكن تعدى الايه؟ الاندرابول اللي هو كان 6% جاز الاف على الجاما سي. يبقى انت في الحاله دي كيس 3. انت كده كيس 3. كيس 3 يا جماعه، المفروض قبل ما نكمل نخش على كيس 3 المفروض نشيك على الكيو ماكس. المفروض نروح نجيب جاز الكيو تي يو تربيع زائد الكيو تربيع، يعني الرقم ده 3.51 تربيع زائد 0.423 تربيع، الاثنين دول تحت الجاز ما يتعداش الكيو ماكس. تمام. لو تعدى الكيو ماكسيمم، وهنا هيتعدى الكيو المفروض نرجع نزود انكريز دايمنشن بتاع القطاع، يعني بدل ما كان 25 في 60 نخلي مثلا 30 في 70، ونرجع نحسب تاني الكيو والكيو تي يو ونجيب ايه؟ ما ترجعش بقى تصمم تاني، لا خليك زي ما انت كده كده زودت بعد القطاع، المفروض تسيح تنايم تخليك انت كده ايه؟ مور سيف. المفروض هترجع تحسب الشير تاني، تحسب التورشن تاني، وتشيك على الكيو ماكسيمم. تمام. فاحنا هكمل مسألة على الوضع ده، في غلطة هنا، هنكمل مسألة على الوضع ده كأن ال 25 في 60 ايه مثالية، وازاي نشوف هنصمم كيس 3 ازاي، لكن الصح المفروض ترجع تزود أبعاد القطاع بتاعتك، تشيك على الكيو ماكسيمم وترجع تزود أبعاد القطاع. فأول حاجة هنحسبها في الكيس 3 قلنا كلوز سفير، يبقى الـ اتش هتساوي الـ ان تي يو في الـ اس تي على 1.7 في الـ او اتش، الـ فيلد على جاما اس.
قلنا عندي مجهولين الاس ار والاس تي، حاطط قطر السي اللي انا استخدمه للكانة فاي 10، يبقى الاس ار هتساوي 78.54 ملم مربع. عوض في القانون هلاقي ان الاس تي هي المجهولة، طلعت 109.5 ملم، بتتراوح واقعة ما بين المية والميتين، يبقى العدد بتاعك اقسم ألف على الرقم ده هيديك 9 وكسر، يعني استخدم أقرب للأعلى دايما، يبقى 10 في 10 على المتر الطول، بستخدم كلوزد ستيرابس 10 في 10 على المتر الطول، تمام؟ أروح أجيب اللينكولين الباص، ده إيه إس إيه هتساوي؟ إيه إس تي آر في البي البي إتش على الإس تي في الإفيلد ستاب على الإفيلد، هعوض طبعا الإفيلد ستاب 382 في 10، طلع الإيه إس إل 1083 ملم، ده الحديد الكلي. هقسمه على 4 وكل جنب ياخد 270 ملم مربع، تمام؟ يعني 3 في 12، يبقى الجنب اللي تحت ده اللي هو تحت من القمرة، عند قطاع القمرة اللي هو الجنب اللي هيبقى تحت هنا كان في الحديد الرئيسي، هزود عليه التسريح الرئيسي اللي تحت ده اهو، اس من هنا ده التسريح الرئيسي اللي انا كنت مطلعه من المومنت، زائد 270 96 هيديني 715 ملم مربع، هيطلع 4 في 16، يعني التسريح السفلي 4 في 12 من المومنت زاد ب4 في 16 عشان يقاوم ايه؟ التورشن بالمرة. طب والستار هانجر كانت 2 من 10 من الرقم ده يديك 88.9، زائد 270 يديك 359، بستخدم 4 في 12، تمام؟ وادي القطاع بتاعي اهو، طبعا ما يديش كمان انا ايه؟ معايا تسريح البلاطة، هشوف بقى. والله لو تسريح البلاطة اقل من 10 في 10 على المتر الطولي يبقى كنت محتاج ان مثلا طلع 7 في 10 على المتر الطولي، وانا كنت محتاج 10 في 10 على المتر الطولي كمان، يبقى زود 3 في المتر، 3 كمات مغلقين في المتر، يبقى ده زائد ده، ده هيغطي لي تسريح البلاطة والقناة، وده القناة الزيادة. لو طب لو لقيت تسريح البلاطة اقل من او ازيد من اللي انا محتاجه او بيساوي اللي انا محتاجه، يعني انا محتاج 7 وتسريح البلاطة 7، او انا محتاج 7 وتسريح البلاطة 8، خلاص بستخدم تسريح البلاطة هو القناة الداخلية المغلقة بتاعتي. تمام؟ نشوف بقى ايه، نرجع نشوف على الكيو ماكس بتاع القطاع. ال المثال الثاني بقى على كده بتاع ده كان سيكشن اس سبجكت تو شير فورس 135 كيلو متر، ده الشير فورس، والتورشنال مومنت 100 كيلو 30 كيلو متر متر. نتيجة الاكسيول اكسيول بيقول لك صمم القطاع ده على الشير سبيس، يعني الشير سبيس ناتج عن الشير وعن التورشن مع بعض. القطاع بتاعي 30 في 30 والتسريح الرئيسي 4 في 16، طلع بقى الاكس واحد يبقى 300 ناقص 80 ملي دي 220 ملي، واي واحد يبقى 700 ناقص 80 220، جبت الاو اف والاي او والبي اف، تمام؟ اروح اجيب بقى كيو، هتساوي كيو على البي في الدي، طلع 60% 180 متر مربع، اجيب الكيو سيو هتساوي 16% جذب الاكس على الجاما سي، طلع 0.65، يبقى كيو اكبر من الكيو سيو، يبقى كتير هحتاج الميكانيات عشان تقاوم كتير. تعالى نشوف التورشن، عوض في القانون، القمة اللي في القمة دي هي القمة اللي مدالك المسألة ب 30 مباشرة، اللي احنا كنا بنرسمها كأنها بنطلعها من رسمة كتير، كأن رسمة كتير، يبقى طلع الكيو سيو 1.59 ملم مربع، الكيو مينيموم هحسبه 600 جذب الاكس على الجاما سي طلع 0.245، لكن الكيو كيو اكبر من الكيو مين، راح اجيب الكيو ماكس 7.10 جذب الاكس على الجاما سي 2 على 8 5 8 متر على متر مربع، اجيب جذب كيو كيو تربيع زائد كيو تربيع، يعني 1.59 تربيع زائد 69% تربيع، الاثنين تحت الجذب هيديك 1.72 اقل من الكيو ماكس، يبقى انا كده تمام، يبقى عدد القطاع بتاعي تمام، هرجع ازودها. لقيت ان انا عندي كيو يو اكبر من كيو سي يو وكيو كيو اكبر من كيو تي مين، يعني الشو والتورسون الاثنين اكبر من اللوب بتاع الخرسان، ففي الحاله دي انا كده 4. راح اجيب الكلوز ستير بقى، اكتب القانون بتاع التورسون، هلا عندي مجهولين الاس تي والاس ار، يبقى هطلع الاس ار بدلاله الاس تي، عوضت يبقى الاس ار بتساوي 41% في الاس تي، دي المعادله رقم 1. بالنسبه للاس تي ادي القانون بتاع السؤال، عندي مجهول الان والاي اس والاس، هتجي اعوض واطلع الاي اس لوحدها في طرف، هتساوي 19% في اس على ان، دي المعادله الثانيه. قلنا هفرض عدد افراد كانه وليكن باثنين، طالعين في الاول، وافرض عدد الكانات فرضت 8 في المتر، يعني دلوقتي الاس هتساوي 1000 على 8 125 ملم، اعوض في واحد واثنين، اعوض في واحد هنا عن الاس 125 طلعت الاس تي ار
51.4 من 2.4 في 2 عن الاس ب 25 والام ب 2 طلع الاس 11.875 مللي متر مربع. يبقى الاس اوتو هتساوي مجموع الاثنين دول 63.3 مللي متر مربع. لكن الاس اوتو اكبر من 50.27 واقل من 78.45 مللي متر مربع، بستخدم ايه؟ فاي 10. يبقى في الحاله دي هستخدم 8 فاي 10 على المتر الطولي كلوز السيوك والسو برانش فاي 10. ده بالنسبه لكلوز السيوك. طب بالنسبه للكينا البعض ده رقم توصل بس طلعت لحد رئيس الحديد مع الأربعة كل وجه ياخد 182.8. الوجه اللي في الحديد الرئيسي تحت حجم الحديد الرئيسي اللي هو 14.16 زائد 172 بلس 75. الحديد الجديد بقى 15. الاختيار هنجر اللي هو 2.804 زائد 172 طلع 332 يعني طلع 312 يبقى فوق 312. تمام. والقطاع ده الأفضل 90 سم يبقى حط سنك الشبار 2.12 تحس إن المسافة دي بتعان 30 سم أهو. بالإضافة إن أنا أحط 172 على الجنب ده هتدينا 2.12 يبقى دي 2 أهمت 12 و2 الناحية دي 12 يبقى الجنب كل جنب يبقى فيه 3 يبقى ده فيه 3 في 2 بتوع التورشن وواحد بتاع السنك والجنب ده فيه 3 2 بتاع التورشن وواحد بتاع الإيه؟ السنك. تمام؟ أظن إن قبل ما نقفل هوريكم القمرة الدائرية إزاي بنحلها. آدي ملف الباشمهندس ياسر مديك مثال على القمرة الدائرية، مديك حمل عليها 41.8 على متر إيه الطول، عايزين نحلها. مديك أبعادها 30-35 سم، مديك الإكس تي والإكس تي وعدد السبورتات 8. تمام؟ والحمل ده وسط ونص القطر 8. بقول لك احسب لي سبيننج أكشن أون بيم، يعني عايز المومنت والسي والتورس وصمم الايه؟ القمر الواسع. طبعا في اي مساله بنقسم قطاع طولي وقطاع قطاع عرضي، بس بنقسم قطاع طولي وقطاع عرضي. من الجدول احنا كان عندي عدد السبورتات 8، محتاج البي كابيتال عشان اقدر اطلع القيم دي كلها. البي كابيتال قلنا بتساوي ايه؟ دبليو في 2 باي ار. طبعا هو برضه كده فاكر 2 باي ار في البي سمول، البي سمول اللي هي الدبليو. فطلعت البي كابيتال، أقدر أطلع البوزيتيف مومنت هنا أهو، يبقى 42.3 في دي آر. جبت البوزيتيف مومنت. الماكسيموم نيجاتيف مومنت الرقم ده في البيت الآر. الماكسيموم تورشن هنا أهو الرقم ده في البيت الآر، موجود عند زاوية 9.39 دقيقة. الماكسيموم شير عبارة عن بي على 16 اللي هو موجود عند الباتيس، عبارة عن بي على 16. تمام؟ احنا قلنا لو للتكسير ممكن اخد الماكسيموم شير مع الماكسيموم تورشن واصمم على الشير كويس، لكن قلنا لو عايزين نطلع بقى الشير المظبوط عند القطاع المظبوط اللي هو عند ماكسيموم تورشن، قلنا بعمل تصحيح عن طريق ايه؟ لو هجيب الاكس بتساوي قلنا كوسيتا في باي على 180، كوسيتا انا معايا طلعت الاكس، اقول له الكيو بقى كوريكتد بتساوي الكيو ماكسيموم اللي انا جبتها ناقص الدبليو بتاعتي في الاكس، طلع الكيو كوريكتد 74.63 كيلو متر. يبقى ادي الكيو اهي وادي الايه الام تورشن بتاعتي. الام تورشن دي موجوده في القانون مباشره. اول حاجه هنروح نصمم، هيروح يصمم القمر على الماكسيموم والماكسيموم نيجاتيف مومنت والماكسيموم بوزيتيف مومنت اللي هو التصميم العادي بمعادلات السي واحد والزي، ويطلع التسليح. طلع الاس ريكوارد هنا 1000 وايه و10 مللي متر مربع. عمل السكه على المينيموم الاكبر من ايه، راح صمم البوزيتيف طلع التسليح بتاعه 501.8 مللي متر مربع. راح سويت على المينيموم تلقاه اقل من المينيموم، يبقى هستخدم الايه المينيموم اللي هو 651. تعال نصمم بقى الشو والتورشن مع بعض. القطاع بتاعي 30 في 75 سم بوكس اسبكت. اروح اجيب الاجابات بتاع الشو كيو على الدي. خلي بالي ان في المساله كان مديني الاحمال غلط، لازم اضرب في 1.5 الاول عشان اخلي القيم دي الف، يبقى اضرب في 1.5 اهو طلع الكيو يو. بعد كده راح اجيب الكيو كيو تمام، وضرب برضه في 1.5 ما ينساش. بعد الكيو نتيجة الكيو وادي الكيو نتيجة الايه التورشن. خلي بالي بقى من حاجة، الكيو سي يو دي كده ديت كانت موجودة قبل الكود، المحتاج دي موجودة قبل الكود 2018، الكود 2018 القيمة دي بقت 16 زي ما انا شرحت، يبقى القيمة دي بقت 16 من 100 جذر الكيو على الجامعة سي. تمام؟ والكيو مينيمم زي ما هي 6 من 100 جذر الكيو على الجامعة سي.
كيو مثلا زي ما هي 7/10 جذر اكس على جاما سي، القانون جذر كيو تجاذر كيو تي تربيع الكيو ماكس، طلعت اقل من كيو مثلا بيبقى ابعاد القطاع بتاعتي اوكي. اروح اقارن بقى الكيو يو بالكيو سي يو والكيو كيو بالكيو تي مين واشوف انا انهي كيس، واروح اقارنها لو القيمة دي 16 جذر اكس على جاما سي هتطلع بوينت 6.5، وهنا طالع بوينت 5 ما زالت اقل، يبقى السكيل سيء، انا مش محتاج ان انا اصمم على السكيل، خلينا بس محتاج ان انا اصمم على التوشن بس، يعني انا كيس 3. هروح اجيب الكلوز سيرب كيس 3 اهو في الاس، او اطلع الاس، هطلع الاس لقاها اكبر من 100 اوكي، اقسم الف على الاس طلع العدد 6%، يبقى استخدم 6.8 على المتر الطولي الفرعي. بعد كده اروح اجيب الحديد الطولي الاس ال اهو طلع جاب الكلام، هيقسم على 4 ويوزعه على 4 جهات على 4 جوانب. النيجاتيف هيزود على الحديد النيجاتيف اللي كان مطلعه ربع القيمة دي، ويزود على الحديد البوزيتيف ربع القيمة برضه، طلع الحديد الجديد فوق وتحت في القطار. تمام؟ 6/16 و4/16. وادي كان القمر اهيت، لما تبقى القمر دائرية بنسميها بنفردها، وبنعمل خط قطع يمين وخط قطع شمال، كأنها قمر كونتينوس. تمام؟ ادي البوزيتيف طلع 4/16 مضاف اليه حديد التورشن، والنيجاتيف 6/16 مضاف الى حديد الايه؟ التورشن. بالاضافه للجوانب 2/12 و2/12، المفروض احط السير ده اللي على 4 الرقم ده لما اقسمه على 4 هيديني محتاج 1/12. تمام؟ وانا محتاج ان انا اهو 89 ده هتلاقيني محتاج 1/12. هيحط واحد من الناحية دي والواحد التاني ده بتاع الشرينكج، يعني الاتنين دول واحد منهم الشرينكج وواحد للطرف، وكذلك الاتنين دول واحد منهم الشرينكج وواحد للطرف. تمام؟ ده بالنسبة للقمرة الدائرية، أظن عرفنا ازاي نعملها وازاي نستخدم الجدول ده. تمام؟ إن شاء الله في أي مشاكل زي كل مرة تبلغونا إن شاء الله. شكرا.